ازيكم؟ النهارده هعلمكم 5 نصايح للطبخ هتخلي حياتكم اسهل. علشان نعمل مشاوي بطريقه مثاليه، هاتي قطعه فحم واللحمه وهي نيه وحطيها في حله، وسيبي مسافه فاضيه من النص وحطي عليها ورق الومنيوم وقطعه فحم ونقطه زيت، هيديكي نتيجه حلوه جدا. دايما بنواجه مشكله كبيره جدا لما الملح بيقع مننا، تقدري تحطي بطاطس هتمتص كل الملوحه. البصل من اكتر الخضار اللي مش بنحب نقطعه، وبنعمل فيه حاجات غريبه جدا. ما تقلقيش، تقدري تحطي فيه ميه ساقعه بحيث انها تجمد العصاره اللي فيه. دايما لما بنيجي نقطع الاسكالوب بانيه بتطلع معانا حته تخينه جدا وحته رفيعه جدا، عشان نتجنب الحكايه دي نحطها في الفريزر لمده 15 دقيقه، وده هيساعدنا جدا في التقطيع عشان تطلع معانا قطع متساوية. علشان نوفر وقت نقدر نعمل مرقة بكميات كبيرة جدا ونحطها في قوالب تلج وفي الفريزر، وبكده لما نحتاج في أي وقت نقدر نطلع منها الكميات اللي احنا عايزينها. وبكده تكون خلصت معانا نصايح الطبخ. لو حبيتوا تشوفوا كل فيديوهاتي هتلاقوها على اليوتيوب على قناة الآن.